بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتكلم اليوم عن المعية الإلهية الخاصة، معية القرب والحب، معية الكرامات والولاية. هناك معية إلهية عامة، وهي معية الإحاطة والرقابة على كل الخلائق، الواردة في كتابه عز وجل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهو القائل سبحانه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالمعية العامة هي معية الله ورقابة الله على كل الخلائق، مؤمنهم وكافرهم. لكن المعية الخاصة هي معية المقربين، الصفوة من البشر. نحن نتكلم عن مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نتحدث عن الحب الإلهي، وما أعظمه من حب. هو الحب الذي ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إنها مرتبة عالية، وإنه شرف مهيب أن تقترب من الملك الحق المبين، مالك الأكوان أجمعين، أن ينظر إليك بنظرة الحب والقرب، أن يواليك ويؤيدك ويحبك ويحفظك وينجيك. هو الحب الذي ورد في الحديث القدسي إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر، ما أعظم هذا الشرف، ما أعظم هذه الحماية، ما أعظم هذا العز. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته. انظروا إلى من بلغ هذه المرتبة ماذا يحدث له: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ولكن انتبهوا أن الله تعالى حتى في لحظات الموت ينظر إلى هذا الحبيب، ينظر إلى المؤمن نظرة حب وود ورأفة. الله جل جلاله يحب، هو الذي علمنا الحب، هو الذي أوجد الحب، هو الذي خلق الحب، وحبه هو الأقدس سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لما شاهد أهل الله الصالحون، لما شاهدوا الحقيقة، نطقوا بالحق، نطقوا بكلمات تشع صدقا ونورا، لأنها صدرت عن مشاهدة وواقع، رأوا معية الله حقيقة. الكلمات التي قيلت عن معية الله وولايته سبحانه لا تعد ولا تحصى، والكتب زاخرة بهذه التجارب والمشاهدات لوعود الله التي تحققت لعباد الله الأتقياء. لما رأوا هذه الولاية نطقوا بهذه الكلمات. قال داود الطائي: ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة،
وآنسه بلا بشر. انتهى كلامه رحمه الله. يملأ سبحانه قلبه غنى ويملأ روحه اكتفاء. لو كان في غربة وحيدا بعيدا عن أهله وعشيرته يعزه الله تعالى، وكأنه يملك الدنيا وما فيها، مطمئن بالله، واثق لأن الله أعطاه الإشارات وأراه الآيات. قال عون بن عبد الله: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. من حقق التقوى حقيقة سيجد وعود الله تتحقق أمامه. والله إن وعد الله حق، والله إن الله لا يخلف الميعاد. إذا قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاعلم يقينا أن الله سيرزقك من حيث لا تحتسب، ويجعل لك من كل ضيق مخرجا. من مكاسب الاستقامة العظيمة في الدنيا أولها الحفظ والدفاع والنجاة في أوقات الكوارث، النصر، الأمان، الحياة الطيبة، الانشراح والسعادة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا المكسب بحد ذاته مكسب عظيم لا يقدر بثمن. الحماية، الدفاع الإلهي عنك، الله يدافع عنك. قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تصريح واضح من الله أن الله تعالى يدافع عن المؤمن المستقيم. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمان يا أخوة يؤمنك الله، من أعظم النعم نعمة الأمان. الولاية هي الحب والقرب والنصر والتأييد. قال جل من قائل: وهو يتولى الصالحين. آيات بينات مثل فلق الصبح يبلغنا جل وعلا أنه مع المتقين، أن له معية خاصة لعباده الأتقياء. أقسم بالله إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أن الله مع المؤمن، مع المؤمن التقي في الدنيا. الذي يعتقد أنه لن يشاهد شيئا في الدنيا من مكاسب التقوى فهذا مخطئ وقاصر العلم ومحجوب عن الله. إن الله وعد الأتقياء في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر للمؤمنين في الحياة الدنيا. وقال سبحانه في سورة يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه وعود الله أمامكم يا أخوة. السعادة والانشراح، الحياة الطيبة، إنها لا تقدر بثمن. من هذه المكاسب النجاة في أوقات الكوارث والأزمات. قال سبحانه في سورة يونس: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لاحظوا أن النجاة والحفظ ليست فقط للرسل، وإنما كذلك لأتباع الرسل من المؤمنين. الآية الأولى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وفي سورة الروم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
ينجيك سبحانه وتعالى إذا أحبك من الغم والهم والكرب. يقول جل جلاله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي لعموم المؤمنين. الغم والكآبة والهم وضيقة الصدر والله مع الإيمان تتلاشى مع نور الرحمن في القلب، لا يبقى أمام نور الرحمن ظلام. إذا أحبك الله أرسل إليك الملائكة تحميك. قال جل جلاله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي سورة التوبة: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه من فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين تؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. من مكاسب الاستقامة الرشاد، الرشد، التسديد والتوفيق في اختيارات حياتك التي أحيانا كثيرة تكون مصيرية. قال سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يتولاك سبحانه، يسدد خطاك واختياراتك، ويرشدك إلى الطريق الصواب. آيات النصر كثيرة، ووعود الله للأتقياء مليئة، لا إله إلا هو. ولكن المشكلة الحقيقية فينا نحن، نحن الذين لم نحقق الاستقامة. هناك من حققها وقطف الثمار، هناك أولياء أنقياء أتقياء وصلوا إلى الحقيقة، وصلوا إلى الله، وتحولت حياتهم إلى جنة، نعيم وأنهار، بينهم وبين الله حب شديد وود وقرب. يرون كرامات الله تتنزل عليهم ليلا نهارا، بكرة وأصيلا. الكتب ملأى بكرامات الأولياء. أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجدوا الله، وكلما زادت التقوى كلما زادت العجائب، وكلما زاد الاتساع والانشراح والأمل. من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. وهذا والله هو العز الأعلى. ماذا بعد الله؟ لا شيء، لا شيء. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه. قال ابن كثير: يخبر الله تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات في قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا ثوابه وعجائبه وكرامات الاستقامة. مع الأسف الناس في غفلة عن هذا الكنز العظيم، كنز التقوى. التقوى هي الحل لكل مشاكل البشر. عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وهذه بعض الوصايا على الطريق. اعلم رحمك الله
أن الذي يصل إلى مرتبة التقوى والولاية لا بد أن يمر في اختبارات حتى تكون تقيا. يجب عليك أن تتقي، أن تتقي الابتلاءات والفتن، أن تنجح في الاختبارات الإلهية. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. التقي إذا عرضت عليه الفتن قال: إني أخاف الله رب العالمين. التقي يتعامل مع الله بثقة، يتعامل مع الله بأنه معه الآن يشاهده ويراه، فيعبد الله كأنه يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أعلى مراتب الإيمان وهي مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال سبحانه: فاصبر إن العاقبة للمتقين، أي الفوز والنجاة والمكافآت كلها تأتي بعد الصبر والنجاح في الابتلاءات. فإذا حققنا الصبر عن الفتن أتى النصر. أكبر خسارة أن تخسر لحظة الصبر وتفقد الكنوز والعطايا الإلهية العظيمة. من ترك شيئا لوجه الله فليعلم أن الله يعوضه خيرا، لأن الله أكرم سبحانه، لأن الله هو الأكرم تقدست أسماؤه وجل جلاله. فإن رآك وأنت تترك هذا الأمر له سبحانه فهذا من علامات وإشارات ومبشرات حب الله لك. والعوض القادم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأنت على طريق الولاية، وأنت على طريق الحب الإلهي، وأنت على طريق النور. اعلم أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وتذكر أنه لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من أعظم الكبائر اليأس من رحمة الله. فإن كنت صادقا في نيتك للوصول إلى الله نور السماوات والأرض، فاعلم أن الله سييسر لك الأمر. فإن سقطت في معصية في وسط الطريق فانهض واستغفر الله وانكسر بين يديه وتذلل، فإنه يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي سبحانه. إياك أن يوقفك شيء في هذه الرحلة العظيمة، انهض مباشرة وبادر رحلتك إلى الله، بادر رحلتك إلى الحب الإلهي. باب الحب الإلهي يا إخوة يا أخوات باب عظيم عظيم، بحاره سماوية قدسية، ترى من خلاله السعادة الأبدية. من فتح له هذا الباب فقد فتح له الكنز الأعظم والحظ الأكبر، هو العالم الذي يفوق جماله كل أحلام البشر. اللهم افتح لنا هذا الباب ويسر لنا فيه، شق طريقك إلى الله مستعينا بالله بنيتك الصافية الصادقة، وكن موحدا فلن يصل إلى الله إلا الموحد. لا ترى مع الله أحدا، كن دائما مع الله. إذا أردت شيئا فاذهب إلى الله، يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كن مع الله يكن الله معك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان، هذا هو النور الحقيقي، أن تصل إلى القوة العظمى، أن تصل إلى النور الأعظم الله جل جلاله. وأنت في هذه الرحلة، وما أعظمها من رحلة، في هذا الطريق لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال المولى جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وقال في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومن هذه الوصايا: كن جميل الأخلاق، فإن الله جميل يحب الجمال.
سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما من أعظم الأسئلة، فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. ابتسم وتفاءل وتجمل، ولا تكن شديدا فظا غليظ القلب. اخفض جناحك لمن حولك من المؤمنين، فإنك بهذه الصفات تكون جميلا بعين الله، وإن الله تعالى جميل يحب الجمال. وإذا أحبك الله ستكون من أسعد الناس. إذا أحبك الله فأنت ذو الحظ العظيم، لا شيء في هذه العوالم يعادل حب الله لك. فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. اللهم اجعلنا من خير عبادك المؤمنين. اللهم اصطفينا واجتبينا واجعلنا من أقرب المقربين إليك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا وقلوب أحبابنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني عبدك المسكين على بابك فقير، معترفا بذنبي مقرا بخطاياي. أنت أرحم الراحمين سبحانك، أنت خير الغافرين سبحانك، أنت الذي تحب العفو سبحانك، وأمرتنا بالعفو، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك.